أنت مؤمن بأي مقولة من الاتنين؟ القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ولا امرأة واحدة لا تكفي؟ لازم له يحب اتنين وتلاتة وأربعة. ماني قلت لك كان الحب بيختلف بالزمن والمكان والزمان والظرف والخبرة والسن، لكن انك تحب مرتين في نفس الوقت لا. لا لا، امرأة واحدة تكفي. احنا عندنا اساسا ده بالقانون في لا تونس. لا، قناعتي قانونا وقناعتي انا بالنسبه لي انا ما تقدرش تحب لا، في حب اساسي والاخر اذا في اخر اللي هو مش معايا انا اكيد، اللي في اخر ما هوش حب، مش رجوله عموما. لا طبعا مش رجوله. لا 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 ابدا. انا